يا هلا مرحبا، مسخن فاخر من الآخر، الطعم شيء خرافي. قدمت معه صلصة الطحينة، أو إذا حبيتوا الكاتشب الأسود اندفود، كذلك قدمت معه البصل المجفف. دائما أسويه مسخن بالقرصان الكبير أو المرسيع، لكن بعد ما طحت بهالطريقة هذه القرصان الطعم شيء مميز وسهل بلف وسريع. هنا عندي بالمقلاية زيت زيتون وبصل أخضر وبصل عادي، أشوحه وبعدين أحط عليه الدجاج المسلوق، وبعده حركه دقيقتين وبعدين أحط عليه البصل، بصل حبتين أقطعه تقطيع متوسط كذا، وبعدين أحط عليه زيت زيتون فنجان صغير وحركه تقريبا دقيقتين بس، ما بيستوي أبي فيه قرمشة، وبعد ما يبرد أحط عليه السماق والبابريكا والملح، وبعدها أحط عليه الكزبرة ودبس الرمان. هنا بعد ما خلص شوفوا كيف عندي القرصان، هذا هو، استخدمت قرصان الأرياف البر، قصيته بالنص، الطعم شيء مميز، جربوه بتدعوا لي. وبكذا بكنسوله بصينية على طول أصفه، إذا حبيتوا تخزنونه بفريزر أو بصينية، حط من تحت زيت زيتون ومن فوق زيت زيتون. هذا هو شكل القرصان على طول بالفرن، حبيتوا تحطون البصل فوقه أو بعدين تجميل. وبكذا خلص وعلينا عليه.